مرحبا شباب، هاي الطائرة صيد الجادرية، الطائرة من خلفه. طبعا الأصدقاء البارحة كانوا يمي قسم أو البارحة خامات، إن كان الجادرية إذا كان ثلاثة بالقفص، فهاي يعني شافوها نصحتهم، قلت لهم يابا هاي طائرة أنا شاك بيها. المشكلة ليش شاك بيها؟ لأن تصفايتها ما كاملة فما تبين، وهي خشنة يعني مو تقول ناعمة، فشوية صعب تمييزها. بس هي يعني 90% اني اشوفها طايره، وهي طايره طبعا، حتى الاصدقاء هم شافوها البارحه هم قالوا طايره. فاني يعني الطواير الخامات نبيعهن، لان اولا ما تسوى، يعني هو خام فلوسه قليله وطايره فما بها داعي، وهي هم مخلفه، فاحنا نطيرها لوجه الله. هاي اولا. وثانيا انتم تعرفون انه هذا رابع واحد بهذا الموسم دا اطيره بمنطقتنا. طبعا اكو فد جانب ايجابي بهاي الشغله، انه تغيير لسانات المنطقه. صحيح هي منطقه سكنيه بس بيها هم بلابل، يعني مثل ما تشوفون ديش النبقه البعيده بيها زوج اعرفهن عشين عشين طبعا، وعندنا طبعا هو هذني مسيطرات على هاي المنطقه كلها. فصحيح هاي ما راح تبقى ولا لغيرها بقا، راح يدفعوها لغير منطقه، فمن راح تروح لغير منطقه بيها لسانات مختلفه مال الجادريه تختلف عن لسانات منطقتي، وطيرت مال بدر هم نفس الحاله، فش راح يصير؟ راح يصير فد شيء تنوع من اللسانات بالمنطقه. هسه راح نطيرها، راحت هالمره بغير اتجاه مو على الجار حتى. تحياتي لكم.